تحية طيبة لمتابعينا ومتابعاتنا عبر الإنترنت في هذه الندوة الدولية التي تنظمها شبكة شمال إفريقيا للسيادة الغذائية. شبكة شمال إفريقيا للسيادة الغذائية هي إطار موحد للنضال يشمل كل الجمعيات والمنظمات الشعبية والنقابات والحركات الاجتماعية والتنظيمات ذات التوجه المعادي للرأسمالية وكل السياسات المدمرة للبيئة وللحياة والمكرسة للعنصرية والباترياركية والحجرة وكافة أشكال التمييز. اليوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، يوم نحييه في هذه السنة المرة العاشرة بعد المئة منذ أول احتفاء به سنة 1911 في كل من النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا بعد اقتراح من المناضلة كلارا زيتكين سنة 1910 في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد حينها في كوبنهاغن، أي سنة تقريبا بعد أن خرجت مسيرة كبيرة ضمت أكثر من 15,000 امرأة، مسيرة احتجاجية في مدينة نيويورك طالبت حينها النساء بتقليل ساعات العمل، بتحسين الأجور، بالحصول على الحق في الاقتراع والتصويت. نحييه أيضا اليوم للسنة الثانية على التوالي منذ انتشار جائحة كورونا، الجائحة التي زادت وكرست حدة استغلال النساء وضاعفت مشاكلهن والمظالم التي سلطت عليهن. مارس هذا اليوم العالمي للنضال في وجه الاستغلال والاضطهاد في كافة بلدان العالم ومنطقتنا على وجه الخصوص. في هذا السياق تتنزل ندوتنا اليوم، ندوة افتراضية نظمتها الشبكة الشمال الإفريقية للسيادة الغذائية، وذلك لتسليط الضوء على واقع النساء المزارعات ودورهن في النضال من أجل بديل زراعي تحرري ضمن مشروع السيادة الغذائية، خاصة وأن منطقتنا تعرف استغلالا فاحشا للنساء في المزارع والضيعات الفلاحية الكبرى للمستثمرين الرأسماليين، وكان وذلك في مقابل أجور زهيدة ومحاربة لعملهن النقابي وعدم اعتراف بدورهن في الحفاظ على البذور الأصيلة والموروث الغذائي المحلي المحافظ على البيئة. سنناقش كل هذا وأكثر في هذه الندوة. سنتحدث عن أوجه الاستغلال الذي تعانيه النساء في القطاع الفلاحي على وجه الخصوص، ومقاومتهن لشتى صنوف الاضطهاد الرأسمالي وما يقدمنه من بديل شعبي ضد الخيارات الليبرالية التي تسهر على تنفيذها كل الأنظمة الحاكمة. ولهذا تشارك معنا في هذه الندوة التي أديرها أنا سماح عوادي، عضوة جمعية نفس نحو فلاحة سيادية وعضوة الفرع التونسي للشبكة الشمال الإفريقية للسيادة الغذائية. تحضر معنا اليوم سارة سلوم. سارة هي منتجة أفلام سينمائية، مديرة لبرامج تدريبية على الزراعة المستدامة في المناطق الأكثر فقراً ومع اللاجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص والسوريين في لبنان. تعمل سارة على تطبيق وإنتاج منهج تعليمي باللغة العربية على الزراعة المستدامة. اشتغلت أيضاً رفقة مجموعة من الرفاق والرفيقات على حركة زراعية سياق على ما أظن هكذا تدعى، وهي تجمع لأفراد ومجموعات صغيرة تعمل وتعنى بالزراعة المستدامة والحق في الغذاء والسيادة على الغذاء. تحضر معنا أيضاً الرفيقة من المغرب عتيقة الفيزازي، وهي نقابية مغربية وعاملة زراعية. عتيقة اليوم تعاني من مظلمة إثر طردها على خلفية عملها النقابي في الشركة التي تعمل بها. وتحضر معنا أيضا رفيقة من السودان زينب الأمين، ستشارك معنا بتسجيل فيديو
زينب تعذر عليها المشاركة اليوم معنا مباشرة، وهي زينب عاملة زراعية في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل. تحضر معنا أيضا السيدة سعدة علوة من لبنان، وهي رئيسة قسم الصحافة في المفكرة القانونية ومركزها بيروت، وهي أيضا باحثة ومختصة في قضايا حقوق الإنسان، مدربة مع مجموعة من المنظمات المحلية والدولية على صحافة حقوق الإنسان والصحافة الاستقصائية والتحقيقات على ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان المهمشة والعاملات في المنازل. سنبدأ إذن معك سارة، تفضلي. مرحبا وشكرا على المقدمة الرائعة جدا. بالبداية أنا بحب أول شيء أقول كل عام والنساء مناضلات، وكل عام وكلنا بخير. وأصلا نحن كنساء نحن بلشنا بالعمل النضالي الاقتصادي بداية، وما بنخفى الاقتصادي اللي بيشمل كل المواضيع، لا سيما حقوقنا بموضوع الزراعة. والنساء على مر التاريخ كانوا هن اللي عم يحافظوا على الموروث الزراعي وعم يحافظوا على البذور الأصيلة، وهن أيضا كمان عم يحافظوا على التنوع البيولوجي للزراعة. فتحية لهم من القلب، يعني عن جد لولاهم ما كنا موجودين اليوم. باللبنان وبالعالم العربي النساء حافظوا على المنتج الزراعي واشتغلوا كتير على الموضوع، علما انه هن ما بيتمتعوا بالحقوق، اقل اجر ممكن بيتقاضوه، مضطهدين، ما بيقدروا يملكوا الاراضي، ما بيقدروا يضمنوا اراضي، مفهوم الضمان الاراضي. تقريبا 70% بالبلدان العربية اوقات بتتخطى هيدا عن لبنان. 70% من النساء هن عاملات بقطاف الزيتون، بقطاف المنتجات وتخزينها وتعليبها. فالنساء دور كبير بهذا الموضوع، ورغم هذا كله هن مهمشات، يعني دورهم جدا منبوذ، بيتعرضوا لكثير اضطهاد بكل القطاعات، لا سيما بموضوع الزراعة. تطور كتير حاليا بسبب الوضع الاقتصادي، تطورت كتير مفاهيم الزراعة وبلشوا العالم يرجعوا للزراعة. فبهيدي وبجح بسبب كورونا كمان والقعدة بالبيت، رجعت النساء كمان شوي شوي ترجع لأصولها، يعني بطلوا يعني انعزلوا ببيوتهم، فرجعوا لجدودهم وجداتهم يرجعوا يتعلموا منها التقنيات الموروثة. وبلشت موجة كمان التعليب الزراعي بهذا المفهوم. فللأسف بمفهوم السيادة على الغذاء تراجع، يعني هلأ بلش عم نضوي نحن عليه، بس الأمن الغذائي، مفهوم الأمن الغذائي سلع العلب، سلع المنتج الغذائي، فصارت المنتج الغذائي عالي قيمته المادية. وللأسف النساء ما عم يطلع لهم ربح من هيدا الشيء، حكما للشركات، هن بس بيشتغلوا المطابخ النسائية الموجودة بالمخيمات اللي بيشتغلوا فيها النساء، هن بس مجرد بيشتغلوا بيتقاضوا زهد كتير 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 واطي، وكله عم يروح تسليع وتعليب. هيدا الشيء لازم يتسلط الضوء عليه، لأنه عن جد حرام حرام هيدي القدرة النسائية اللي عم يعملوها، بيقعدوا كل النهار بيعملوا كل المنتجات، وبالنهاية عم تروح ما لهم حقوق بهذا الموضوع. وبحب كمان خبر إنه النساء كمان لولاهم عن جد، مثلا في عنا كذا تجربة منا ب تلاقيت بمزارعة من فترة بمنطقة مشان عم تحافظ على البذور الأصيلة، مثل بذور الفاصوليا أو اللوبيا بيقولوا لها.
فهذا الدور كتير نادر، بتمنى أنه يرجع يكتر، لأنه الشركات الزراعية والتهجين الزراعي، البذرة هي الأساس بالسيادة على الغذاء، فلازم نرجع نحافظ على البذور الأصيلة ونرجع نعمل إكثار لها. مش المهم بس نحافظ عليها ونحطها ونخزنها، لازم نعمل لها إكثار. الدور الزراعي والتكافل الاجتماعي لازم ينشأ بظروف هيدي الأزمة الاقتصادية، لازم نبلش نستصلح أراضي، نتضامن كشعب كأفراد، نبلش نستصلح أراضي ونزرعها ونكتر البذور الأصيلة مش المهجنة اللي نحن عم نرجع دايما للشركات نرجع لها. فهذا الموضوع كمان لازم يتوجه له، يعني يتسلط عليه الضوء كتير 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 بهيدي الظروف الصعبة اللي نحن عم نعيشها. هلأ هيدا بكتفي هلأ أقول، وبعطي الدور لزميلاتي بالمشاركة، ما بدي أخذ كتير وقت. شكرا سارة، شكرا على الرؤية العامة التي حول العام حول مشاكل النساء ومشاكل النساء المزارعات بالأساس. لاحت أمرر الكلمة إلى الرفيقة عتيقة، تفضلي عتيقة. السلام عليكم وتحية الأخوات وكافة المشاهدين، تحية الأخت سماح، الأخت سارة أيضا، المداخلة ديالها كانت جد رائعة. غادي نبقى في نفس ربما نفس السياق اللي كانت فيه الرفيقة سارة. حقيقة ملي كنقولوا القطاع الزراعي هو واحد القطاع اللي بالنسبة لنا في المغرب قطاع جد مهمش، وكما هو في عدة دول، واللي في المغرب بالضبط وفي الجهات أكادير سوس منطقة شتوكا أيت باها، يعني كيتكتل فيها الاستثمار الكبير للمزارعين الكبار في المنطقة، والدور هو أغلب اليد العاملة وهما نساء وعاملات زراعيات، يعني أغلب اليد العاملة هي نساء، ومن عمالها عمال وعاملات في المنطقة ديال شتوكا إيت باها أزيد من تقريبا أفيق من 7000 من 7000 من 70000 عامل وعاملة اللي كيعملوا في القطاع الزراعي، اللي هو من الاستثمارات الكبيرة، يعني من الضياعات الكبار ديال المستثمرين الكبار. ولكن يعني الدور ديال العمال في هذا القطاع هما كينتجوا واحد العدد كبير ديال الانتاج الفلاحي اللي كيتصدر للخارج. وهنا ملي كنهضروا على السياده الغذائيه، هاد التصدير اللي كي هاد الانتاج اللي كينتجوه العمال ما كياكلوش منه كسكينه في المغرب، يعني كله كيتصدر للخارج، واللي كتكون هاد الفلاحه دي كتكون يعني من واحد اللي كيخدموا العاملات فيها، يعني تحت تأثير المواد الكيماوية، الظروف المزرية للعمل داخل الضيعات. كذلك كاين واحد الميز قانوني في حق العمال الزراعيين داخل القانون المغربي، وهو العمال الزراعيين والعاملات، يعني ملي كنهضر لنا أغلب اليد العاملة وهم نساء، يعني كتلقى أغلب هم نساء. ولكن الحاجة اللي بغيت لك، وهو في القطاع الزراعي عندنا في المغرب كنخدموا اكبر عدد ديال السوايع وكنتخلصوا باقل اجره، لان تقريبا ما عنديش فكره، ولكن حسب ما عرفت هي تقريبا البلاد الواحد في العام اللي كيخدم انه كاين تمييز في الاجر ديال العمال الزراعيين على اطر القطاع الصناعي، يعني كاين واحد الفرق اللي هو كبير، كنخدموا اكبر عدد ديال السوايع وفي نفس الوقت اقل اجره. وكذلك هاد الاستثمارات يعني اللي كتكون كبيره وكيكون فيها تصديرات ما كيستافدوش منها هاد العمال اللي كيخدموا فيها، كلها كتمشي للخارج، كلها كتصدر، والعمال الزراعيين اش كيشيط لهم هنا الا الامراض المزمنه والمعاناه ديالهم داخل الضيعات. وكنشوفوا يعني الربح الكبير اللي كيدخلوا الباترونه الزراعيه ما كينولش منه العامل الزراعي ولو الحق ديالو، يعني كيكون دائما التهميش للطبقة العاملة.
واللي كتكون ما كيراعوش حتى لذاك الحد الادنى للاجور العيش الكريم في القطاع الفلاحي، واللي كيصدروا اموال والهم ديالهم وهما تركيم الثروات الكبيره ولو على صحه العمال الزراعيين. وكنشوفوا هذا القطاع هذا في البلاد هنا في المغرب، يعني كاين عندنا تخريب التربه والفرشه المائيه، وكذلك كيداروا زراعات اللي ما كيستافدوش منها باش تكون كسياده غذائيه لينا كشعب، كشعب المغربي يعني باش نستافدوا منها ما كايناش. وكنديروا زراعات اللي كتصدر للخارج وكتدخل اموال طائله واللي ما كيتستافدوش منها الشعب ولا العمال الزراعيين اللي كيشيط منها، وهما المواد الكيماويه اللي كترش على العمال في اوقات العمل، يعني امراض مزمنه اللي كيتصابوا بها العمال، وكذلك يعني السكن اللي كيكون فيه الهزاله، وكذلك يعني القمع اللي كيكون داخل العمل. وكل عامله زراعيه طالبات بانها تكون في واحد الوضع ديال المطالبه بالحقوق ديالها والتوجه للعمل النقابي التنظيمي من اجل المطالبه بالحقوق ديالها، سواء كانت القانونيه ولا الغير واضحه حتى في الطالب بها، كيتعرضوا العمال والعاملات للطرد والتشريد ديالهم من العمل، وما كاينش شي حاجه اللي كتحمي هاد العمال داخل هاد المؤسسات، لان كل الحق كيبقى لهاد الراسماليه واللي ما كتخلي لينا حتى شي حاجه الا التخريب، وهذا دائما الاستفاده لهم والتهلكه للعمال والشعب. يعني من غدا كيمشيو المستثمرين الكبار ملي كتخرب التربه هنا كيهزوا الاستثمارات ديالهم وكيمشيو لبلاصه اخرى من اجل استغلال يد عامله اخرى بثمن ارخص وتركيم الارباح ديالهم. ولكن الا كنا كنهضروا اش كتبقى لينا حنا كشعوب الاراضي ديالنا؟ اليوم التجؤوا في المنطقه ديال الشتوكا ايتباها الفواكه الحمراء كفرومباز والميرتي، هذا النوع ديال الزراعات كيقتل الاراضي، كيقتل التربه وما كيخليش، يعني كيخربها بشكل تام، والارباح ديالو كبيره بزاف، كيستهلك اليد العامله وكيهلك ايضا العمال الصحه ديالهم. ولكن اش كيبقى لينا؟ الا كنا كنقولوا السياده الغذائيه، هذا كيعني اننا خاصنا انتاجات حقيقيه اللي تكون يعني طبيعيه كيف ما كانوا الزراعات السابقه اللي كلها تبدلات وتسلبوا الاراضي من الفلاحه الصغار وصبحوا الفلاحه الصغار او الفلاحات الصغار هم عاملات وعمال زراعيين عند شركات متعدده الجنسيات، يعني ما بقاوش عمال. وكذلك دوك الانتاجات اللي ولاو كيتنتجوا ما كيستافدوش منهم الشعوب، دائما كتصدر للخارج وفي نفس الوقت كتخرب لنا التربه. واحد النهار غادي نلقاو روسنا حنا عارفين كيفاش غادي تغير المناخ والاوضاع ديالو، وكنزيدوا بالمنطقه ديالنا هناك في مثلا كإحدى المناطق بالمغرب كتسمى بسبة القردان اللي لحقوا الفرشه المائيه انها يعني تقبات وتخربات، وهذو مسائل اللي كانت عندنا في هذه السنوات الاخيره اللي الماء قليل ولينا كيطلع ذاك الماء بالاملاح، يعني ما غاديش يبقى لائق للفلاحه ولا حتى الاستعمال اليومي ديال الشعب وديال الطبقه الكادحه. وهذا كله يعني هما كيخربوا وكياخذوا وما كيبقى لينا حنا كعمال وكساكنه الا الامراض الجسديه، وكذلك الامراض المهنيه اللي كتكون وكتصاب العمال. والخير دليل على ذلك، وهما اليوم حاليا كنشوفوا عدد كبير ديال العاملات متشردين ومن مستثمرين كبار اجانب اللي خواو الضيعات وخلاو فيهم العاملات وخلاو العاملات متشردات. الا كنا دائما كنقولوا هاد المستثمرين الكبار كيتقبلوا في البلاد من اجل توفير فرص عمل، ولكن اليوم ما بقيناش كنلقاوهم داك التوفير، ولاو فقط كيستغلوا، واللي بغى يهضر على حقه كنلقاوهم كيسدوا وكيطردوهم لبرا، وكنلقاو عمال لحد الساعه كاين عده شركات كبيره اللي دايره تصريف للعمال تصريف جماعي فقط لانهم منظمين وكيطالبوا بالحقوق ديالهم وبالمطالب ديالهم القانونيه واللي كتصون الكرامه ديالهم. والعاملات في الضيعات الفلاحيه وفي محطات التلفيف ما متوفرينش لهم حتى ادنى شروط الصحه والسلامه للعمل في ظروف لائقه للصحه ديالهم، يعني كل سواء في النقل لاماكن العمل
يعني كنشوفهم كيمشيو في الشاحنات واللي كينتجوا عليهم حوادث السير، واللي كيكونوا يعني عندنا هذه بواحد الشكل كبير في المتابعه ديالنا داخل في المنطقه، كنلقاو حوادث السير اللي كيمشيو فيها ضحايا لقمه العيش، اللي هما عاملات زراعيات، واللي هي المراه العامله اللي كتعاني في القطاع الفلاحي، وكنلقاوها هي اللي كيلتجؤوا ليها الباترونه بزاف، حيت كيسهل الاستغلال وكيشوفوا انه في هذا المجتمع كيكثفوا الاستغلال فيها. وحنا اليوم كعاملات زراعيات ولجنه العامله الزراعيه فرع الشتوكه ايت بها، كنا خرجنا بواحد الحمله احتجاجيه اللي بدات من 1 مارس حتى غتكون حتى 11 مارس، اللي غتوج بواحد الوقفه محليه في المنطقه من اجل مطالبه بالحقوق والمطالب ديال العاملات الزراعيات في اماكن العمل، واللي كتصون يعني الكرامه ديالهم. وكنقولوا 8 مارس اليوم العالمي للنساء، وهو ليس يوما للاحتفال، ولكن هو يوم للاحتجاج وللمطالبه بالحقوق ديالنا وبالمطالب ديالنا، وايضا تزكيه لنزكيو المكان المكتسبات ديالنا اللي كيكونوا عندنا داخل اماكن العمل. وهذه مسائل زعما اللي كنقولوها وكنعاودوها، وكفانا احتفالا بهذا اليوم. اللي بغاو يردوه لينا الاحتفالات ونساو الاحتجاجات ديالنا ونساو الحقوق ديالنا كنساء والمطالب ديالنا، ولكن لا، حنا هاد السنه كنقولوها كعاملات زراعيات وكنخرجوا محتجات وغاضبات على الاوضاع المزريه اللي كنعيشوها داخل اوقات العمل. وقيلا غادي نكتفي بهذا الحد، هذا طولت واحد شي شويه. شكرا عتيق. شكرا. شكرا لك رفيقتي، شكرا على هذا الشرح المفصل والمعمق حول وضع النساء في المغرب وضع المزارعات والفلاحات في المغرب. حقيقة أضم صوتي إلى صوتك وأدعو كل النساء والفلاحات والمزارعات إلى الاحتجاج يوما بعد يوم، ضد كل أشكال الاضطهاد والاستعباد في ظل مجتمع قائم على الربح وتحت سياط الظلم الاقتصادي. إذا سوف أشارك ونشارك معكم ومعكم أصدقائي الفيديو المسجل للرفيقة زينب أمين، وهي أذكركم أنها رفيقة من السودان، وهي عضوة من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض عليكم الفيديو ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. المجد والخلود لشهداء ثورة سبتمبر المجيدة الذين ضحوا بأرواحهم الزكية فداء لهذا الوطن العزيز. التحية للجرحى، ونتمنى لهم عاجل الشفاء، والتحية وعودة المفقودين من أبنائنا الشرفاء. تحية وشكر لمنسق شبكة شمال أفريقيا لسيادة الغزاة لاستضافتهم لي. أنا زينب الأمين محمد الأمين، مزارعية بمكتب سرحان قسم الهدى مشروع المنابر، وأنا أم لولد وبنتان وعضو في إدارة مشروع الجزيرة والمنابر. نبذة بسيطة عن المشروع. مشروع الجزيرة من أكبر مشروع في أفريقيا، ويروى بالري الانسيابي، لذلك أصبح يطلق عليه معجزة كونية، لأنه بيروي 2 مليون فدان بالري. وأنا دايرة أتكلم عن المرأة في الجزيرة وعن عملها وتجربتها وأوقات عملها. المرأة في الجزيرة بتعمل مع الرجل جنبا إلى جنب، وتقوم بكل العمليات الزراعية، نظافة الأرض والزراعة والري وحش الحشائش. المرأة في الجزيرة بتجني الغب وتقطع الذرة وتلقط الفول الذي يبقى تحت الأرض.
المرأة في الجزيرة بتقوم بكل هذه الأعمال، وبعد دخول الآلة الزراعية للمشروع خففت شوية يعني العبء على المرأة. المرأة أصبحت يعني تهتم بتربية الدواجن والأبقار والقلم عشان تساعدها في الحياة المعيشية. المرأة في الجزيرة يعني في الآونة الأخيرة بدأت تهتم بتعليم أبنائها. ساعة العمل للمرأة في الجزيرة بتسهم في الصباح الباكر وترجع منتصف النهار، تأخذ قسط من الراحة وبعدها ترجع إلى الحق. وفي المساء وبعد أن تأدي عملها في الحق بترجع في المساء. المرأة في الجزيرة الأجر بتاعها بسيط، بس بكفي احتياجاتها في البيت، لكن ما بتقدر توفر منه حاجة. المرأة في الجزيرة مناضلة، المرأة في الجزيرة بتشارك في محكومية، بتشارك في التعاونيات، المرأة في الجزيرة بتعمل جنب إلى جنب مع الرجل، بتساعد في كل شيء. ونتمنى لها الحياة كريمة وشكرا. شكرا إذا للرفيقة زينب الأمين على هذا الفيديو الذي شرحت فيه عموما عن تحالف، عن مشروع تحالف الجزيرة والمناقل في السودان. كانت ستحضر معنا مباشرة في هذه الندوة لكن تعذر عليها اللقاء لظروف تقنية نجهلها. أمرر الكلمة الآن للرفيقة من لبنان سعد علوة، وهي كما قدمتها سريفا رئيسة قسم الصحافة ومفكرة قانونية في مركزها بيروت وباحثة مختصة في قضايا حقوق الإنسان. تفضلي سعد. مساء الخير للكل، مساء الخير للكل عم بيشاركونا، وبحب أعيد كل النساء وخصوصاً نساء العاملات المهمشات وعلى رأسهم المزارعات والراعيات والحطابات اللي بتقوم عليهم بمعظم الأحيان غالبية الأعباء الأسرية. أنا بدي بلش أطرح سؤال ممكن نناقشه حتى مع بعض، وسارة لأنه بتشتغل بلبنان بالنطاق اللبناني ممكن كمان تكون تشاركني مدى صحة هالسؤال وأحقيته. هل فعلا يمكننا الحديث في لبنان عن مزارعات مستقلات؟ يعني أنا بلاقي إنه المنظومة اللي بتحكم حياة المرأة كافة، وخصوصا رح أحكي هون بس عن لبنان لأنه البلدان العربية بمساحاتها الشاسعة واعتمادها على الزراعة أكثر من لبنان ما بعد طائف، حيث أريد لهذا البلد أن يتخلص من قطاعيه الصناعي والزراعي الإنتاجيين اللذين يؤمنان استقلالية للمواطنين عن الزبائنية السياسية والمحسوبيات. أريد لنا أن نكون بلد اقتصاد ريعي وخدمات وليس بلد إنتاجي، لأن الإنتاجية بالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي تربطنا أكثر بالدولة وتجعلنا مواطنين مستقلين عن الحاجة إلى الزعيم بين مزدوجين، لأنني لا أجد زعماء في هذه البلاد. وبالتالي أريد القضاء على القطاع الزراعي بشكل ممنهج، وذلك عن طريق شبه إعدام المؤسسات الزراعية الرسمية التي ترعى هذا القطاع أو تدعمه، وترك الفساد يعيث بهذه المؤسسات كما القطاع الصناعي.
والمنظومة التي تحدثت عنها هي أيضا منظومة مجتمعية تقليدية، حيث أن الحيازات الزراعية الكبيرة ليست ملكا للنساء، فتحرص العائلات في جميع الطوائف على انتقال الملكية. كوننا في لبنان كما معظم كما الدول العربية نحتكم في موضوع الإرث والإرث تحديدا إلى قوانين الأحوال الشخصية، ولكن لا يتم تطبيق حتى الشرع، حيث يمكن للمرأة أن ترث، مش يمكن، حقها أن ترث، ولكن المجتمع يحرمها حتى من الظلم الذي تتعرض له بالإرث عند الإسلام، حيث للذكر حظ الأنثيين. ولكن حتى هذا الحظ أو الحق بالإرث هو غير مطبق، لأن الطوائف تحرص أن يبقى تبقى الملكية بيد الذكور، والعائلات لا تريد الغريب، والغريب هنا هو الصهر الذي تتزوجه المرأة. يجب أن يبقى هذا الإرث، أن تبقى هذه الحيازة الزراعية كبيرة كانت أم كثيرة في يد ذكور العائلة لتبقى ضمن العائلة. وطبعا لا انتقال للإرث ضمن الطوائف، لكي يبقى للطوائف كلها ملكيتها وسيادتها عليه. إذن وسؤال آخر أريد أن أطرحه، وخصوصا في اليوم العالمي للمرأة، هو عن مدى تأثير صورة المرأة المزارعة. من هي المرأة؟ تأثير الصورة النمطية للمرأة على انخراط النساء في الزراعة. نحن في لبنان إن كان هناك مزارعات، هناك طبعا مزارعات، أنا كنت شخصيا مزارعة وحطابة وراعية لحين دخولي إلى الجامعة، كنت أعمل في أرض أهلي. النساء هن مساهمات أساسيات وعاملات، خصوصا في الأرياف، في أراضي العائلة. لا يعني أنا أعمل في معظم، غير أنني ابنة ريف وابنة جرود، وكنت أعمل في الزراعة مع أهلي عندما كنت صغيرة ويافعة. عمل المرأة ضمن العائلة ليس عملا مدفوعا. مثلا انا برايي، وقد انجز طلابي السنه الماضيه في صف الصحافه المجتمعيه في الجامعه تحقيقا عن مساهمه المراه، كيف ان زراعه التبغ في الجنوب تقوم على اكتاف المراه الجنوبيه. وعندما نبحث في حصة المرأة من الإنتاج الاقتصادي أو المردود المادي لهذه الزراعة، تصبح الإنتاج هو ملك للعائلة وليس للمرأة، التي تقوم بمعظم الأعباء المتعلقة بزراعة التبغ على سبيل المثال. هناك عائق أساسي أيضا يتعلق ليس فقط بالنساء وإنما بالقطاع الزراعي بشكل عام، هو ضرب العمل النقابي بلبنان وشرذمته في جمهورية ما بعد الطائف، أي الجمهورية ما بعد الحرب الأهلية. نحن هنا أمام انقسام فطري، تتكاثر النقابات والاتحادات العمالية ومنها الزراعية، وكما الفطر يعني كل حزب ينتج أو يؤسس أو ينشئ نقابته أو جمعيته أو بالتالي لسنا أمام اتحاد مزارعين قبل أن نتحدث عن مزارعات فقط. وسارة تعرف أن العاملات في الزراعة نجد كل من بينهن لبنانيات. العمل الزراعي في لبنان يقوم على العمال والعاملات السوريين وبعض الفلسطينيين في مناطق حيث توجد مخيمات فلسطينية. مساهمة المرأة الريفية اللبنانية تكون ضمن العائلة عادة، إلا ببعض الاستثناءات القليلة جدا. حتى في الأرياف نجد امرأة لبنانية تعمل في الزراعة بالأجرة يومية. وسبب رئيسي آخر يتعلق بتدمير القطاع الصناعي عندنا، وبالتالي ليس لدينا صناعات غذائية مهمة تعتمد على الإنتاج الزراعي اللبناني. حتى عندما نجد شركات كونسيرو للتعليم، نجد أن هذه الشركات تستورد المواد الأولية من الخارج ولا تعتمد على الإنتاج الزراعي اللبناني، لأن فعلا لأننا أمام اقتصاد يعاني من معوقات كبيرة.
الكورونا اليوم عودوا لصورة المرأة، يعني عمل الزراعي بشكل عام، ولا أتحدث هنا عن بعض المزارعات لأنه أنا عم بزرع زراعة عضوية أو اللي هي التي تأتي كشيء إكزوتيك، يعني أو أنه هلأ أنه أنا بعرف أزرع أو أنه أنا فصار محبب حاليا، صح سارة ولا لا حاليا؟ يعني كعودة، عودة إنشئنا يعني هي أكثر رغبة بتجربة هذا النوع من العمل، كون هناك عودة الآن مع كورونا ومع الحديث عن الزراعة العضوية إلى بعض الاهتمام الصغير المحدود الذي قد ينحصر في حديقة العائلة أو في بعض الأراضي الزراعية الصغيرة، وإنما أن يتحول ذلك إلى دخل أو إلى شركة أو إلى يعني أن نتكلم عن حيازة زراعية مهمة بالملكية وتستثمرها امرأة أو تشتغل فيها مجموعة من النساء، وهنا أنا أتحدث عن النساء اللبنانيات فقط لأنني لا أجد مزارعات لبنانيات خارج الإطار العائلي، وعندما نتحدث عن إطار عائلي فأنا أتحدث عن عمل غير مدفوع، هو يأتي كمساهمة اقتصاد العائلة، كما وشبه هذا الشيء أتحدث عن عمالة الأطفال، حيث أن حتى الفاو وبعض المنظمات الدولية لا تعتبر أن عمل الأطفال ضمن العائلة إن لم يكن عملا قصريا هو عمالة أطفال، وإنما هو مساهمة نوعا ما في اقتصاد العائلة، ولكن يمكن أن يكون هذا العمل حتى مع العائلة عملا قصريا، وكذلك الحال بالنسبة للنساء. وصورة المرأة المزارعة طالما نظر هذا المجتمع إلى المرأة العاملة في الزراعة نظرة لن أقول دونية، وإن كانت هي في بعض أوجهها كذلك، نتحدث هنا عن العاملة التي لم يعني ترغب النساء والعائلات في تعليم البنات في ممارستهن لأعمال وظيفية في التخصص في الجامعات، وعندما تذهب الفتيات إلى الجامعات في المدن ولا نجد لا غالبا ما لا نجد عودة إلى الأرياف، لأن المرأة صورة المرأة الحالية لا تشبه صورة المزارعة التي تقدح، وليس المزارعة التي تتعاطى مع الزراعة نوع من البرستيج أو نوع من اللي إنه أنا يابا بمسك المجرفة أو بمسك، وأغلبهم ما بيعرف يعمل هيدا الشيء، تأتي نوع من صورة للفيسبوك أو للإنستغرام. فبالتالي الصورة يعني علينا رد الاعتبار لأهمية هذا العمل وتقديره، يعني وهذا يعطي بعض التحفيز للمزارعات للنساء في اعتبار العمل الزراعي، اعتبار العمل الزراعي هو عمل يعني قيمته كبيرة ولا يقلل من شأن المرأة ولا وليس عملا دونيا أو وضيعا أو كما، وأنا هنا لا أجد عمل بالمطلق دوني أو وضيع، إنما أستعمل هذه العبارات التي قد تستعمل للدلالة على هذا العمل. أوكي. والشيء الذي لا يشجع أيضا هو أن العمل الزراعي، أنا العمال والعاملات الزراعيين غير مشمولين بقانون العمل اللبناني، لا يتمتعون معهم عمال مياومون بالأغلب، يأخذون أجرهم اليومي وليس أجرا شهريا، حيث لا نتحدث عن حيازات كبيرة وفيها موظفين ومؤسسات و و و و وبالتالي لا ضمان صحي لديهم ولا أي تقديمات أخرى. قد نتحدث عن التدخلات إن شئتنا في التعقيب على المداخلات، أكتفي بهذا القدر حاليا. شكرا سعدة، وشكرا على هذه المداخلة المفصلة عن أوضاع المزارعات والفلاحات في لبنان، اللبنانيات ومنهن أو الغير اللبنانيات. فقط أريد أن
أن أتشارك معكن أن لا منص صحيح من ضرورة تنظم النساء المزارعات والنساء بشكل عام للحفاظ على حقوقهن وعلى طيف المكاسب وانتزاع مكاسب أخرى ومواجهة هذه الأوجه الاستغلال الكثيرة والمتعددة، الاستغلال الاقتصادي والاضطهاد الذكوري الباترياركي واجتثاثه من جذوره. فقط أردت أن أتشارك معكن أيضا في البدائل حقيقة التي ترونها ضمن مجموعاتكن التي والتنسيقيات، كيف ترون البدائل من أجل تحقيق وإرساء السيادة الغذائية؟ أعود إليك سارة. هلأ بالبداية أولاً حبيت كتير مداخلة سعادة وعتيقة، يعطيكم العافية، وكمان زميلتنا بالسودان كمان. بالنسبة للبدائل بموضوع السيادة على الغذاء، أنا بشدد أنه لازم يكون في إكثار للبذور، لأنه الوضع كتير صعب، ونحن بلشنا مبادرة زراعة من سنتين عم نعمل ببذور كتير قليلة جبناها، بلشنا نزرعها وعم نكترها، وعملنا مبادرة كمان مع المزارعين بمختلف المناطق نتبادل معهم البذور مقابل بس ما يرجعوا يكترون هني لا أكتر ولا أقل. يعني عم نروح على ضيعة ضيعة وبيت بيت، لما نعرف في مزارعين ما بيرشوا كيماوي عم نرجع نعمل هيدي العملية. هيدي أولا. ثانيا بموضوع تشجيع النساء لحتى إذا بدكم يستصلحوا الأراضي، يشتغلوا بالأراضي. واحدة من الأشياء بالبرنامج اللي عن بشمال بشمال لبنان عنا 20 مشارك كانوا، دفشت لأنه أنا بحكم أنا مديرة دفشت إنه تكون في نساء، فكانت النساء مشاركات بس لزراعة الأسطح عندهم، واحدة منهم كانت لزراعة الأرض، فجرت كل المجموعة وصرنا عم نشتغل بالأرض. فلازم النساء يعني مع سعادة بهذا الموضوع نطلع من هذا الموضوع إنه نحن بس عم نزرع على السطح ضمن البيت، ومية بالمية النساء عنا هن بيشتغلوا مثل ما قالت سعادة ضمن العائلة، يعني المزارعات ضمن العائلة والباقيين عمالة يا أجنبية يعني يا سورية يا فلسطينية. فالمرأة لا، لازم يكون لها دور، لازم تزرع. يعني مش غلط، نحن سقنا التراكتور وأسهل منه ما فيه، والعزيقة ونكشنا، وممتع جدا، ممتع الشغل بالأرض جدا ممتع. بموضوع هيدا على صعيد لبنان، بصعيد التكافل اللي لازم يكون بيناتنا كدول عربية كمان، لازم نشجع بعضنا، نعمل نحكي مع بعضنا أكثر بهذه المواضيع. بتمنى كمان نوصل عنا بلبنان للنقابات، يكون للمزارعات نقابات يعني ضم صوتهم، خاصة مثل المزارعات اللي هن من جنسيات أخرى. يعني نحن بالحركة الزراعية اللي عم نعملها نطمح أنه يكونوا المزارعين من غير جنسيات أيضا لهم صوت، يعني لأنه هن السوريين والفلسطينيين هن اللي عم يشتغلوا بالزراعة وهن فعليا مهمشين، فلازم يكون لهم دور. هيدا من رأيي، بترك لصديقاتي يعلقوا. شكرا سارة. عتيقة. شكرا لك، شكرا للقوات، وتحية لرفيقنا من السودان على الفيديو والمداخلات كمان رائعات اللي ما قدرتش تحضر معنا. ملي كنهضروا على البدائل يعني كبدائل بالنسبة لنا كنقابة ديمقراطية للفلاحة بالمغرب في الفرع ديال الشتوكة، كنحاولوا ما أمكن أننا نخدموا على الهدف الأول وهو تأطير ديال العاملات الزراعيات في الضيعات الكبار.
بالوعي ديالهم بالخطوره ديال ذوك المبيدات السامه اللي كترش في اوقات العمل على المنتوجات يعني، وهي دائما كتكون ذوك المبيدات ماشي غير مضره بالرش على الصحه ديال العاملات، ولكن حتى في ذاك الانتاج ما كيكونش واحد الانتاج اللي هو طبيعي وصحي، وانما هو انتاج اللي خطير على حتى على التسويق ديالو يعني حتى على الصحه ديالنا. وهذه مساله يعني الرهين الاول لنا وهو التكوينات بالوعي بهذه الخطوره هذه، واللي كنلقاو واحد صعوبه كبيره بزاف باش نقولوا البدائل، لان تقريبا هنا كاين تحصر للفلاحه الصغار لا على الماء ولا على الاراضي اللي دائما كيتزاحموا بشروط مقيده للعمال اللي ما كيقدرش يستمر فيها الفلاح الصغير او الفلاحه الصغيره. فهنا عندنا في المغرب يعني كيمشي دائما حتى كما كنقول كيتراكموا الدوي باش وكيسمح وكيصبح عامل عند المستثمرين الكبار، وهذه يعني واحد الخطوه اللي هي الا بغينا نقولوا هنا يعني كاين واحد الفئه كبيره اللي فرص العمل ديالهم هاد الضيعات الكبيره. ملي كنقولوا بدائل كيكونوا صراعات، يعني كانك تقول لديك العمال الزراعيين اللي ما يقارب 100,000 عامل وعامله زراعيه اللي كتكون فيه ما يقارب فوق 60% ديال اليد العامله نساء، هذه زعما واحد ملي كتقول هاد المستثمرين يعني كاينه كاين خطوره ديال هذا الاستثمار لا على البلاد ولا على الصحه ولا على كل شيء. يعني هنا كنهضروا على شي حاجه اللي كتكون ملي كنلحقوا في صفوف العمال الزراعيين والعاملات كتكون صعوبه الفكر فيها، حيت كنقولوا فرص الشغل، وكنقولوا يعني الا تفقد هذا الشغل هذا يعني كيقول لك العمال يعني كتقول كما كنقولوا الجوع، حيت هما دائما اللي كيخليهم يصبروا في هذه الاستغلالات ديال الباترونه الفلاحيه هو لقمه العيش. وهنا ملي كنهضروا عليها وكنهضروا على البدائل، يعني الا بغينا نقولوا رجعوا للزراعه التقليديه المعيشيه اللي كانت من قبل، وزراعه القمح اللي هي كيخدم بها يعني احنا في المغرب كنستعملوا هذا النوع ديال الزراعات كاستهلاك بواحد الشكل اللي هو كبير، هذه كنقولها ك تنسيقية شمال إفريقيا واحد الخطوة اللي خصنا تكون مدروسة ونشوفوا الطرق باش نقدروا البدائل اللي كنهضروا على البدائل وفي القطاع الزراعي وبالضبط في هذه المنطقة اللي هي السولة والمستثمرين الكبار والعمال كيشوفوا أن هذوك فرص عمل وحقيقة إلا ما كانوش فيها كيكون مصدرهم الجوع، أشنو هما البدائل ديالنا اللي نقدروا نخدموا بهم باش نتجنبوا هادشي. وهو الوعي للطبقة العاملة ويوعوا بأن هذه الإنتاجات هادو راه نحن المنتجين وهم المستثمرين، وبدون يد عاملة وبدون منتج راه ما غاديش يكون هذا الإنتاج هذا، لأن الطرف الأول وهو المنتج اللي كينتج، أما المستثمر هو غير كيمول، وإلا ما كانتش هذه اليد العاملة ما كيكونش هذا الإنتاج، وهذا كيعني أن الإنتاج ديالنا وحنا شركاء فيه، ولكن دائما كنبقاو بواحد كنخدموا فيه بواحد الشكل اللي هو استغلالي في حقنا، ودائما كنتحطوا فيه يعني في واحد الجانب ديال عامل زراعي مشى هذا حيد هذا، وكأن الإنتاج ما كيتوقف عليه هو على الممولين يعني المنتجين على الممولين ماشي على المنتجين. وهذه المسألة اللي كنرهنوا عليها أن يوعوا بها العمال والعاملات باش نقدروا إلا كنا واعيين بالحق ديالنا وعينا بهذه الخطورة ديال هاد العمل هذا على هذا الإنتاج كنكونوا قادرين نقدروا نتجاوزوا هاد الخطوة ونزيدوا ننتقلوا لخطوة واحدة أخرى اللي هي يكون عندنا كما كنقولوا الاكتفاء الذاتي ديال القطاع الفلاحي، ونشوفوا زراعات اللي غادي تكون هي مناسبة للشعب المغربي واللي هي في السيادة الغذائية ديالو اللي كيتستعمل ماشي دونك دابا كنشوفوا الزراعات اللي كاينين كلهم أغلبيتهم ماشي الحاجة للشعب، ولكن هما الحاجة للتصدير واللي هما الحاجة ديال الشعب ما كتكونش عندنا في الزراعات،
ونتمنوا مستقبلا اننا نقدروا نوصلوا لهاد الخطوات، اننا تولي عندنا زراعات اللي كيحتاجوها شعوب داخل الاراضي ديالنا. وشكرا. شكرا عتيقة سعدة صديقتي. فقط أردت أيضا أن أسألك وأطرح سؤال حول مشاكل المزارعات والفلاحات في لبنان، واللبنانيات في الفلسطينيات في لبنان. هل يمكن الحديث عن إمكانية تنظيمهن في إطار نقابي إن صح التعبير يضمن حقوقهن ويضمن على الأقل مزيد التنسيق معهن في إطار موحد؟ لنحدد أكثر، أن العاملات الفلسطينيات في الزراعة في لبنان هن أكثر في مخيم الرشيدية وضمن العائلات في معظم الأحيان. أما الحديث عن عمالة كبيرة في الزراعة هي عن العاملات السوريات، صح سارة؟ يعني حجم عدد العاملات في الزراعة هن أكثر السوريات، وللأسف أن الأعمار هي أعمار المراهقات السوريات، لأنه يتم استغلالهن بأجر زهيد نسبة لما يتقاضاه العامل الزراعي. كنت أريد أن أتكلم عن التدخلات الممكنة أيضا. يعني هناك صعوبة حاليا في العمل النقابي في لبنان، كما تحدثت عن سابقا عن انهيار النقابات وشرذمتها والتدخلات السياسية فيها، وهناك ممانعة طبعا ستكون تجاه أي نقابة للعاملات المزارعات السوريات في لبنان، ولكن يمكن طبعا يجب العمل على هذا الموضوع، ويجب تحرير العاملات المزارعات من الشاويش أولاً قبل أن نحررهن من صاحب العمل، لأن الشاويش المسؤول. معظم هؤلاء العاملات هن يسكننا في المخيمات العشوائية السورية، وهن يجدن فرصة العمل عبر الشاويش المسؤول عن المخيم الذي يتحكم بهن. هناك ضرورة لتحرير السوريات المزارعات العاملات، وهن عاملات جميعهن، ولا يشتغلنا في حيازات أو ملكيات خاصة، وإنما يعملنا كمياومات من الشاويش قبل أن نحررنا من صاحب العمل، لأن شاويش الأرباح ويتم استغلالهن في معظم الأحيان. ولا يمكن أن تجد امرأة مزارعة تعمل تحت أمرة الشاويش عملا في حال لم يكن الشاويش راضيا عنها وعما يقاسمها إياها على تعبها. أريد أن أتحدث عن ما يمكن أن يتم اعتماده كتدخلات حاليا. أجد أن الوقت جد مناسب في خلال الانهيار الذي يعاني منه لبنان لتشجيع العمل النسائي اللبنانيات في الزراعة. نحن اليوم قد فقد نحو 60% من الشعب اللبناني فرص عمله مع الانهيار ومع كورونا وبعد انفجار مجزرة بيروت، انفجار المرفأ، وقد عاد جزء كبير، وهناك جزء أكبر سيعود مع الأزمة الاقتصادية الذاهبة نحو أن تكون أقصى مع الأيام المقبلة والمرحلة المقبلة. يعود الكثير من اللبنانيين نحو الأرياف بسبب عجزهم عن تحمل كلفة العيش في بيروت أو في المدن، حيث لا عمل حاليا أو فقد أحد أفراد الأسرة على الأقل الزوج أو الزوجة عمله، وقد فقد أحيانا الاثنان عملهما أيضا. أجد أن الوقت مناسب حاليا لأن تخرج المنظمات والجمعيات من المدن والمركزية نحو الأرياف لتركز على السكان. هذا
يخفف الازدحام على المدن التي تعاني منه بيروت تحديداً، وطرابلس وصيدا وما نسميه أحزمة البؤس حول المدن وخصوصاً حول بيروت وطرابلس، يخفف من الازدحام ويشجع على الإنتاجية والاستقلالية للعائلات التي تعود إلى قراها. ولكن نحن أمام عوائق أساسية غير البذور المؤصلة سارة، لها علاقة بالتثقيف والإرشاد الزراعي. هناك تراث غني جدا من الممارسات الزراعية كانت في لبنان، هي في طورها إلى الانقراض بسبب بعد الجيل الجديد عن ما كان يمارسه الجدود والآباء. نحن بحاجة إلى إرشاد زراعي لنوعية الزراعات التي يمكن أن تزرع في هذه المنطقة أو في تلك، وعن الممارسات الزراعية الجيدة. والأهم برأيي أن يتم تدريب المزارعات على ما يمكن أن نسميه بالحلقة الزراعية المتكاملة. كيف يمكن أن نحول إنتاجنا مهما صغر أو كبر إلى منتج غذائي قد يكون معلب، قد يكون مقطر، قد نعود إلى الصابون ولا يبقى محصورا حاليا في بعض العائلات التي تحقق التقدير جزء مهم، التقدير المؤونة الزراعية. معظم المونة البيتية التي تشكل داعم أساسي في غذاء الأسرة وفي صمودها هي المونة البيتية التي تعتمد بمعظمها على إنتاج الأرض، على إنتاج الأرض. وهنا لا يمكننا أن ننتقل بالأسر اللبنانية ليس فقط لتأمين اكتفائها، وهو ضروري جدا في ظل الغلاء الفاحش حاليا، وقد وصل الدولار عتبة 11000 ليرة في اليومين الأخيرين في لبنان، وهو ضروري جدا في اكتفاء الأسرة، ولكن أيضا يمكن أن يتحول إلى مصدر دخل أساسي وداعم. قبل أن يصل لبنان إلى هذه المرحلة من عدم إعطاء الأولوية أو الاهتمام اللازم للقطاع الزراعي، كانت معظم قرى الجبل في لبنان وفي المناطق الريفية وفي البقاع قد علمت أولادها وقد بنت منازلها وكانت تعيش من الزراعة. لم نكن نعيش من الوظيفة فقط وليس من التجارة ومن كان هناك شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني تزرع، وإن كان هناك موظف في المنزل تأتي الزراعة لتشكل نصف الدخل. لقد بعدنا عن هذه الممارسات وعن هذه الحياة، وأرى أن الوقت قد حان، وخصوصا للدعم في استصلاح الأراضي، في التدريبات، في تأمين المساعدة، قروض ميسرة لشراء الآليات الزراعية أو الآليات التي تستعمل في التصنيع الغذائي الزراعي. هناك تدخلات كبيرة، ولكن يبقى ذلك رهنا بجدية العمل المنظماتي والتدخلات واستعمال واستخدام التمويل وترشيد المكان المناسب. شكرا. شكرا سعدة. فقط أردت أيضا أن أسأل عتيقة حول، وهي النقابية التي وقع طردها تعسفا من قبل الشركة التي تعمل بها، ما هي المشاكل والصعوبات التي تواجهها النساء النقابيات خاصة في المغرب حسب رأيك وحسب تجربتك الخاصة؟ عتيقة الصوت. الوضعية ديال النساء المناضلات النقابيات في أماكن العمل دائما كتكون يعني المحاربة ديال هذا العمل هذا، وسيرتو أن ملي كيكونوا العاملات ولا العمال كيديروا مكاتب نقابية داخل ديك الشركة الفلاحية، كيكون يعني المضايقة ديالهم وإنزال الضغط عليهم في أوقات العمل، وكتوصل حتى لأنهم يكون طرد
التعسفي من العمل، وهذا كله من أجل أنهم يكتفوا الاستغلال ديالهم العاملات والعمال، يعني كنحاول يكون ذاك القمع والتشريد باش تبقى كعبرة لباقي العمال وما يلتجئوش للعمل النقابي، باش ما يدافعوش عن الحقوق ديالهم، باش يبقى الباترون الزراعية دائما مستغلة ليد العاملة للنساء للعمال ككل، ولكن للنساء بشكل خاص. هذه دائما كنلقاوها، وكانت تجربة ديال المحاربة ديالي انا يعني كنقابية داخل الشركة اللي وصلت كنكونوا كتوصل تهديدات والتهديدات اللي كتكون كبيرة، انك تخلي العمل النقابي وتخلي عليه الا بغيتي تحافظي على العمل ديالك، ولكن لا، دائما كنبقاو كنساء مناضلات نقابيات متشبثات بالعمل النقابي، لان داخل القطاع الفلاحي وهو العمل النقابي ضروري من اجل الدفاع عن الحقوق ديالنا، وكذلك في الضيعات الفلاحيه ما كيطبقوش حتى قانون الشغل، رغم ان قانون الشغل لا ينصف العاملات والعمال الزراعيين في القطاع الزراعي، ولكن الباترون الزراعيه ايضا هذا القانون كنقولوا به التي كيزيدوا ما كيطبقوهش، وملي كدير العمل النقابي باش طالب انهم يطبقوه كيكون طرد، ولكن دائما كنكونوا هذه زعما كتجربه، رغم انهم كيطردوا عاملات وعمال من العمل كممثلات للعمال، باقي العمال كيكونوا في المكاتب النقابيه الممثلات ديال القواعد، كيتكون الطرد ديالهم، ولكن دائما كنمدوا خطوات واحده اخرى وكنجددوا المكاتب وكنحاول نخليو العمل النقابي قائم داخل الضيعات، وهذا اللي كنقدروا في بعض الضيعات اننا توفقنا وتشبتوا العاملات والعمال بالعمل النقابي، واللي كتكون نوعا ما ديال بعض من ما هو في قانون الشغل كيكون مطبق، ولكن رغم ذلك ان القانون في حد ذاته العمل النقابي ليس فقط داخل الضيعات الفلاحيه، ليس ضد الباترون الفلاحيه فقط، ولكن هو عمل نقابي من اجل توحيد العاملات والعمال الزراعيين وتوحيد القوة ديالهم من أجل المطالبة بقوانين بتحسين القوانين في القطاع الفلاحي، لأن القانون المغربي يعني ما كينصفش العمال والعاملات الزراعيين، اللي كنقولوا كنوحدوا القوة ديالنا في النقابات من أجل النضال لتطبيق القانون داخل الضيعات، وكذلك من أجل قوانين أخرى كيف ما كاينين دابا رافعينهم كعمال وعاملات كالحد الأدنى للأجور، يعني عيب أننا نسمع اليوم كاين هذا التمييز ديال السميغ والسماغ في القطاع الفلاحي، يعني هادو مطالب اللي كنناضلوا عليهم ليس مع الباترونة ولكن أيضا في مواجهة الدولة والحكومة من أجل سياق قوانين، وكذلك العاملات الزراعيات كاينين هناك قوانين كقانون الإضراب اليوم، يعني كاين مناقشات كمناضلين نقابيين كنقولوا لا لقانون الإضراب، وغادي وكنناضلوا وكنوحدوا القوى ديالنا، لان ما غاديش نقبلوا بهذا القانون ولو يتطبق، احنا كعاملات وعمال زراعيين مناضلين في المغرب ما قابلينش بهذا القوانين، وكنوحدوا الصفوف ديالنا حتى خارج الضيعات بمختلف الضيعات الكبرى النقابيين، كنتوحدوا من اجل توقيف هذه القوانين اللي كتحاول تزيد، يعني ملي كنقولوا قانون الاضراب كنقولوا توقيف الدفاع عن الحق، لان العمال الزراعيين السبيل الوحيد ديالهم لانتزاع الحقوق ديالهم وهو الاضرابات العماليه، ولا كنا كنقولوا يعني قانون الاضراب كيقولوا لنا هنا ملي شفنا قانون الاضراب فيه شروط اللي هي كما كتقول قتل العمل النقابي قتل العمل النضالي، ولكن كعاملات وعمال بالتجربة اللي باقيين فيها وكنهضروا عليها، يعني باقي كنقولوا كنتشبتوا وكنزيدوا كندعيوا جميع العاملات والعمال بانهم ما يسمحوش حقهم واللي هو حق العمال والعاملات انهم يكونوا نقابيات، وكذلك بغيت نقول الاخوات واللي تارت يعني في المداخلة ديالها هي الأخت سارة من لبنان، يعني للنساء العاملات والفلاحات أيضا، أن العمل النقابي كنقدروا نضموا فيه
أصواتنا الأصوات بعضياتنا باش كنعليو صوتنا وكنقدروا ننتزعوا الحقوق ديالنا، لأن الحق ينزع ولا يعطى. شكرا. شكرا عتيقة. لكي لا نطيل أكثر، فقط أردت أن أحيي من خلالكن ومن خلال كل المتدخلات معنا اليوم كل نضالات النساء عبر العالم وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص. نحيي نحن في الشبكة، شبكة شمال إفريقيا للسيادة الغذائية، كل نضالات الفلاحين والفلاحات والمزارعين والمزارعات بتونس، أذكر على وجه الخصوص تنسيقية أولاد جبلة بالمهدية، عمال وعاملات الزراعة بالمغرب، نضالات الفلاحين والفلاحات بفلسطين والمتمسكين دائما بأرضهن. أيضا أريد أن أحيي نضالات الفلاحين والفلاحات بالهند ضد السياسات الليبرالية للدولة والذي نعتبر نحن في الشبكة أن نضالهم هو رافد جديد في مجرى مشروع التحرر وإرساء السيادة على الغذاء وعلى الموارد. رفيقاتي أترك لكن كلمة الختام قبل أن نختم. سعدة. يعني هي كما عودة على بدء أنه بلبنان أنا أجد أنه الظرف المناسب للتدخل والتشجيع على العودة إلى الزراعة، وأيضا لمحاولة تنظيم العاملات المزارعات الأجانب يعني غير اللبنانيات في أطر نقابية وتحذيرهن من الشاويش وضمان الحقوق المحقة لهن، أن نعود فعلاً إلى الزراعة كعامل للاستقلال والسيادة الغذائية قبل أن تكون ضد الرأسمالية لتكون ضد الزعماء في هذه البلاد الذين يريدون أن يرهنوا معيشة المواطن ولقمة عيشه للزبائنية والمحاسبة، ويريدون أن نكون أذلاء على أبوابهم. الزراعة فعلاً هي مفتاح للاقتصاد، للاستقلالية الاقتصادية، ولا حرية للمرأة من دون استقلالية مادية. شكرا، شكرا لكم على هذه الفرصة. شكرا رفيقتي سعدة. سارة. أنا بضم صوتي لصوت سعدة لأنه عم تمثل كمان عم تحكي عن لبنان. بقول لازم بهالمناسبة كمان نقول أنه كل عام لك كل النساء بخير ويضلوا المناضلات، وإن شاء الله نقدر نحقق سيادة حقيقية للنساء والمزارعات عن جد بكل العالم العربي. شكرا لكم. شكرا سارة. عتيقة رفيقتي. كنحيي جميع النساء العالم، وكذلك كنحيي جميع التحية خاصة النساء المناضلات المكافحات، وكنقولوا مزيدا من النضال، مزيدا من العطاء، مزيدا من النضالات النسوية من أجل تحقيق الحق المرأة، حقها في الكرامة وتوقيف المضايقات داخل أماكن العمل، وكذلك في كل مناطق كفلاحات وبالنضالات وبالوعي ديالنا بالحقوق ديالنا غادي نقدروا نكونوا فلاحات وعاملات زراعيات ونوقفوا الأصابع اللي كتشير للمرأة بسوء، وكذلك التحرشات اللي كنقولوا لها كفاها انك توقف كعائق امام المرأة، وحان الوقت أننا لا خجل منها وأننا نرفع هذه الكلمة، هذه كلمة التحرش اللي كنتعرضوا لها داخل أماكن العمل أو في الشارع أو كفلاحات. يعني دائما النقص مننا ومزيد من الثقة بنفسنا والدفاع عن حقوقنا ولا تنازل على القضية النسائية والدفاع عنها. وحدة المرأة في العالم هي اللي غادي تقوينا وتضم صوتنا لبعضياتنا باش نقدروا نكونوا قويات
ونتجاوزوا كل العقبات اللي كيوقفوا في طريقنا من أجل تحقيق أهدافنا كنساء عاملات مستقلات مادياً ومعنوياً من أجل إبراز كل مواهبنا كنساء بدون أي عائق أمامنا. لازمنا من الوحدة والنضال والصمود والانضمام لبعضنا البعض والتواصل فيما بيننا، وصيرتو كنقول في الدول العربية. وكنحيي مرة أخرى شبكة شمال إفريقيا على التواصل ديالنا مع بعضياتنا ومشاركتنا في هاد الندوة اللي قدرنا أننا نشاركوا فيها الأفكار ديالنا والمعاناة أيضا ديالنا كنساء في متعدد من الدول العربية. شكرا، وكنتمنى أن لقاءات واحدة أخرى، ونتمنى أن هاد الجائحة ديال كورونا أنها ترفع، لأن ما زادت إلا تهلوكة لنا كنساء عدم التواصل. وكونوا تواصلات بيناتنا في شبكات شمال إفريقيا، ونتمنى لقاءات أخرى سواء على المواقع الإلكترونية أو لا في تجمعات نسائية احتكاكية من أجل نصف المرأة. وشكرا لكم. شكرا عتيقة، شكرا سارة، شكرا سعدة، وشكرا أيضا للرفيقة زينب من السودان على مداخلتكن القيمة. حقيقة أرجو أن تكون قد حصلت الفائدة، وأن أنا شخصيا سعدت بلقائكن. و إذا عاشت نضالات النساء حول العالم، عاشت نضالات النساء في كل قطر من أقطار هذا العالم ضد الذكورية وضد القهر والاستبداد والاضطهاد في سبيل التحرر وإدانة كل أشكال القمع والاستبداد المسلط علينا. دمتن رفيقاتي وصديقاتي، أشكركن مجددا على المشاركة، ودمتم ودمتن سليمات. شكرا للشبكة العربية لشبكة شمال أفريقيا السيادة الغذائية على هذه الفرصة. شكرا سعدة التجارب الغنية.